السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سيدة الدار سلسلة اطباق الحاجة فاطمة. اللي غادي تقدم لنا اقراص البطاطا المقرمشة اللذيذة بجوج حبات من البطاطس. خليكم مع المقادير وطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. ماما، نعم، مساء الخير. مساء الخير، مساء النور. شنو حلقتنا هذا النهار؟ نصور واحد البطاطا ديال تتعجب الدراري، تتعجبنا حتى حنا. كلها سريعة. كلها سريعة ديال هاد، كتصلح في هاد الصيف. اقراص البطاطا؟ لا، اقراص البطاطا ايه، حيت انا كنحضرهم دائما وكيعجبوني. تيجي مع الحوت ولا تيجي مع الشلاضه ولا تيجي مع الفلفله المقليه. المهم باش ما هذا، المهم غادي نوري كيفاش. شنو عندنا في المقادير؟ عندنا هنايا لازم نحطهم هكا. عندي جوج بطاطات هما كبار، على حسب شحال ما بغيتي، بغيتي بزاف ولا شويه. المهم انا درت واحد الكاس. العبر ماشي ضروري. لا، العبر ماشي ضروري. هنايا جوج بيضات، نقدر ندير غير وحده، ولا ما قد ما جات ما عطاتليش وحده غادي نزيد الثانيه على حسب. هنايا عندي هنا الملحه، شويه الملحه، شويه البزار، عندي هنا شويه ديال الزعتر، شويه الخل، واحد الضريس ديال الثومه، وشويه السودانيه. هذيك طبيعة الحال اختياريه، اللي بغى يديرها كيديرها، اختياريه يبغى ما يحيدها ماشي ضروري يحيد الزعتر، عاوتاني مذاق ديالو حتى هو كيكون زوين. واخا نبداو. نبداو. انا غادي نصوب هاد البطاطات، نقشرهم ونرجعو نحكهم. دابا قشرنا البطاطا. البطاطا ديالنا وجه جدا ثومه. دابا غادي نحكها في هاد الغليظه. هاي هاد الغليظه، ماشي هادي، هاي الغليظه، هادي هذيك التحتاني غنحكو فيها الثومه. الثومه انا غنحكي في هاد الغليظه باش تجي طويله هكا، فهمتي؟ تجي طويله. نحكيها انا نرجع لك ان شاء الله، نحكوها كلها ونرجع. نحكيها غنشوفو بدات البطاطا. هاي البطاطا حكيتها، هاهي شتيها. ايه غنحكي الثومه هنايا، جوج طريسات لي هي كتبغي الثومه. كتبغي الثومه؟ شي درنا جوج طريسات. كانوا ملاصقين توائم. يديرو الثومه بزاف كتجي زوينه. اللي كيبغيها بيان سور، اللي ما كيبغيهاش يدير غير طريف صغير، او الغبره، اللي عنده غبره كتباع. صافي، حنا سالينا. دابا باش ما تاكسدناش نديرو الخل. انا عندي الخليه باش دابا هذا الشيء ما نعصر، من نعصروش من الماء، فيه الماء خصو يتعصر. نعصرو من الماء. نعصرو من الماء، داك الماء باش يتحيد. شتي ما هذا نحيدو باش ما كيحسش لنا البطاطا. صافي، وغادي ندير لها شويه ديال الخل باش ما تكحلش. شتي، ولا شويه ديال الحامض اللي بغيتي، تعصير هذا الحامض. غادي ندير داك هذيك السودانيه تحسب. يعني انا كنبغي الحرمه، الحار اختياري. يبغى ما يديروش ما يديروش. نديرو داك الزعتر حتى هو حكيناه، حكيتو غير بين يديا. البزار غندير شويه، منديرش البزار كله بزاف. غندير الملحه، قدنا الملحه. الملحه على حسب الذوق. ونخلط هادشي دابا مع هاد هذا. عاد ندير البيض. بسم الله، نديرو البيض. هاد البيضة ندير بعدا وحدة حتى نشوف. سي إلا جمعتها هو هداك، ما جمعتهاش نزيدو. إلا جمعتها هو هداك، ما جمعتهاش نزيد. هاهي حتى نشوف واش غادي تجمع لي هاد البيضة، وعاد نشوف واش غادي نزيد ولا لا. وقيلا باقي خاص، حيت بطاطات كبار. نزيد واحد، نزيد بيضة أخرى باش تجي هي هذيك. بسم الله، خصوصا البيض صغير، إلا كان كبير راه كتجي هي هذيك. إلا كانوا البطاطا الصغار عاوتاني على حسب. المهم اللي بغا كمية صغيرة راه غادي تجيه بيضة، وغادي يدير البطاطا حتى هي صغيرة. اللي بغا كمية كبيرة راه غيضاعف جميع الأحوال. هذا راه مزيان، راه غادي يجي يعني بحال البطاطا والبيض، غادي يجي هو هذاك بحال في الخبز، هادشي ماكلة مكمولة. ودابا باش ما يتأكسدش ندوزو نقليو ان شاء الله. باش ما يكحلش البطاطا نجربو عليه. يلا هنا
هو واجد. هو الزيت حتى تسخن تسخن المقله مزيان عاد نبقى ندير فيها دابا كنظن سخنات. شوف سخنات نشوف نجربها. بسم الله نقادها هكا بالابزاج شويه الاضاءه سيئه هنا اللي ما عرفش يقادها كيدير واحد داك الدوار ديال واحد الدوار ديال كيما كان باش كنصوبها كنديرها كنديرو في الوسط باش يجيو متقادين. وانا تندير غير هكا بيديني ميزاني هكا كيجيو كبار نجي شي كبير شي صغير معليش ماشي مشكل. المهم ديروهاش عاليه باش يدخلها الطياب مزيان. يدخلها الطياب مزيان دير يحاولوا يديروها مفتحه بحال الاقراص. ايه بحال هكا بحال هكا كان سليل الكمية غدونا عليها باش ما تحرقش. يعني كتصور تصرفيها هكا باش يدخلها تاع الفلاشي مدقسة تصرفيها هكا مفتحة باش يدخلها طياب مزيان. نخليوها حتى تحمر من التحت ونقلبوها ونكملو الكمية اللي عندنا. هاكا ماما نعم هاهي هما تيوجدو دابا تيتحمرو شتي هما بدا تيتحمرو دابا هانتيا تنقلبهم حتى كيتحمرو مزيان شتي ما كيهزوش الزيت نتا كدا تيهزوش الزيت جمعي بقات ديال الزيت ما تنديروش زيت حتى كتعم فيهم هانتيا بحال اللي كتقلي الحوت عاد كتقلي. المهم اللي بغا يزيد الزيت بزاف يديرها ولكن مكنديرهمش انا بجميع الاحوال كيتحمروا كيجيو زوينين كيدخلهم الطياب وكلشي كيدخلهم الطياب تيجيو حتى كيجيو محمرين عاد تتحيد ليهم ما باقي ما وجدوش. هذيك اللي لهي راه وجدات قلبي هذه هذه وجدات اللي حداها واقيلا نشوف ما شفتهاش صافي دابا غادي يوجدو نحيدهم يوجدو من هاد الجهه صافي ان شاء الله. ماما نعم هما دابا بداو تيوجدو تتوجد البطاطا ديالنا هادي دابا طابت نحيدوها هي وهادي نحطهم في هاد نديرو عاود وحدين اخرين باش عاود نديرو وحدين اخرين هادا اللي مازال ما طابوش كنقلبو هادي طابت نشوف اخرى اخرى حتى هي علي مازال هاي طابت نشوف مازال ان شاء الله نحيدو هادو اللي باقي لينا ونديرو الاخرين اللي باقي الطريحه اللي باقيه اييه ياك ان شاء الله نكملو كلشي ان شاء الله نكملو الكيمياء ان شاء الله اللي باقي لينا ونرجعو. اما تبارك الله عليك يبارك فيك سيينا دغيا 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 كيوجد حتى كيوجد كما قالنا دغيا توجديه للدراري كانوا غاديين للبحر ولا دايروه في الخبز ولا المهم حيت هاد البطاطا هذا كيتندار مع الحوت كيتندار مع الشلايض ولا شي حاجه. المهم انا غير صوبت لك باش شوفي كيفاش كيتحس. المهم هادي اكله سريعه قدمناها للناس باش هذا يقدموها حتى هما مع الوجبه الرئيسيه ياك اللي عجبات. المهم انا نحل لك وحده تشوفيها. المهم يا زوينه ما كتهش الزيت كتجي مقرمشه كيحمقوا عليها الدراري مقرمشه بطاطا مقرمشه من داك الشر فيها شتي كتجي فنه حتى المذاق ديالها زوين نعطيك الصحه. بالصحه وراحه. داك المذاق ديال البيض و مذاق صغير كتجي مذاق الزعتر فن الزعتر كتجي فنه واعره الثومه كذلك تعطي واحد النكهه زوينه. بغيتيها ولا الصوص بغيتيها دابا ما مزروبين قدمناش لاصوص اللي بغى يقدم معها لاصوص كيقدمها. بعض المرات كنديروا فيها حتى الفرماج شحال المرات كنديرها حتى مع الدجاج مشوي فوق الفاخر كنعاود ندير معها هاد البطاطا هادي هكا من الفوق من اللحم كتجي معاه المهم تجي مع اي حاجه تقدر تقدمها معاها هي ممكن نديرو معها الفرماج كنحطو معها لاصوص باش يعرفوا الناس شحال من حاجه كتجي معها كتجي معها الدجاج اللي كيطيب مشوي اللي كيطيب فوق الفخار كيجي زوين تتوريه لينا شي نهار ان شاء الله شي نهار نصور ياك ان شاء الله. المهم هذا طبق بسيط قدمناه للناس. ماما شكرا بالصحه والراحه شكرا على المجهود. الله يعاونك بالصحه والراحه.
وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء، والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.